لا واخا تقرا معليش. غير تما يطلعوا معنا مشاهدينا الكرام، كنرحبوا بكم معنا دوار ولاد الجامع. اذا مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. وهنا مولاد الجامع دوار، شنو هذه دوار؟ دوار الفقراء. دوار الفقراء اسم على مسمى، موجود فيه الناس اللي ما عندهمش مساكن، الله يكون في العوان. هاد الدوار كلهم مساكن ناس ضعفاء، منهم هاد السيده هذه اللي عندها 9 ديال الوليدات، مات لها الراجل وخلى لها مسؤوليه كبيره. هاد مسكينه دارت واحد القناه باش تتعاون مع الوليدات ديالها، وكتطلب من المحسنين انهم يعاونوها. اختي احكي لنا شنو المشكل اللي عندك. المشكل اللي عندي انا هو كما كتشوف تبارك الله 9 ديال الوليدات. شنو نقول لك، ما المسؤوليه صعيبه شويه بزاف، ماشي زعما شحال باش مات لك الراجل؟ 5 سنين. خلى ديك البنيته راه هي عندها يلاه 3 شهور، هذه 5 سنين دابا باش مات. 5 سنين هذه وما خلالناش زعما شي حاجه اللي نعول عليها، ما عنده ارض، ما عنده حتى شي حاجه. انا كما كتشوف هنا ساكنه غير مع بوه. هاد السكينه اللي كتشوف دابا اللي انا فيها راه غير ولادو اللي كانوا ساكنين هنا، حيت انا راجلي كان عنده الوليدات كبار كانوا ساكنين هنا. من بعد حن عليهم ربي، هما تحولوا من هاد البلاصه، بقيت انا ساكنه هنا. ايوا اش غادي نقول لك انا، ما الظروف شويه الظروف صعيبه بزاف، ماشي شويه. كما تنقولوا السما لقيتو بعيد، الارض هنا فيها الخدمه هنا كي ما شفت نتايا الدنيا. اللي عنده شي راه فيه، واللي ما عنده شي كنشوف الدوار بعيد. تفرق الطريق عندكم والطريق، راك شفت انت بصعوبه باش وصلت هنا لعندنا. المدرسه الوليدات تيمشيو يقراو، قرا الوليد دابا الكوير عندي عنده 15 عام. من بعد التمارة كلها مدرسه بعيده، وطلع وهود سير واجي الشتاء والبرد. فاش عام الاول وصل للسابع مشيت شحال وانا نسبق معاه، درت له الداخلي، رغبت ناس وقفوا معايا باش دخل الداخلي زعما يكمل القرايه ويبات وهادي. ما من ناصص العام مي قالك هو ما يقراش، خصو التليفون، خصو يلبس، خصو سبرديله، خص هادي، خص هاديك. عييت معاه. ما عندكش هاد الامكانيات؟ ما عنديش، ولا جلس بحالو. دابا انا كنكابر مع هاد الوليدات اللي مازالين ليا 4. سي شكون اللي كيصرف عليكم؟ اش غادي نقول لك، تنخدم هكا مثلا تكون وقت كبيبيرات كنشد كبر بالنص مع الناس، سقيت الزيتون، سقيت الزيتون عاوتاني كنلقط زويتينات نيت مع الناس. المهم كنتقاتل مع الزمان، وليداتي بزاف الحوايج ما لاحقينهمش. بلاش كتبكي؟ كنبكي تنشوف، حيت لا بكيت ما اش غادي نقول لك، ما نسكتش. المهم انا كنطلب من المحسنين اللي تيتبعني في هذه القناه، اللي كيعرفني واللي ما يعرفنيش وبغى يشارك ويستسنط ليا ويشوفوا من الحاله. شكون طيح عليك الفكره انك ديري قناه وانت في البديه؟ يعني فوزيه اختي، اختك هي اللي قالت لك ديري قناه على الله. على الله وعسى، زعما هي هادي شي عامين وهي كتقولها لي وانا ما عارفه، مترده وهادي. وحتى جات هادي واحد 5 شهور وقالت لي غير ديريها وحاولي على الله، زعما كما على الله يجيب الله التيسير. سمعتوا مشاهدي متابعي قناه شوف تيفي، هاد السيده معنا في الجامع، جينا عندها بواحد الصعوبه باش وصلنا حتى باش يمشيو ديري المدرسة. كاين شوية ديال الطرقان، شوية ديال الصعوبة، شوية الحفاري وبيستا وبزاف ديال الأشياء. وكم عارف المغرب العميق باش كتوصل، راه بزاف الأشياء كتقاسيها في الطريق ولا في بزاف. دارت مسكينة هاد السيدة هادي، واحد اختها طاحت على فكرة أنها دير قناة تاع جن هادي، تصوب هادي، تخمل هادي، دير هادي. على الله الاسم ديال القناة ديالها، هي مسكينة ما قارياش باش تقول الاسم ديال القناة، غادي نقولها. القسم اسم ديال القناه ديالها هو محجوبه تيفي، ياك اختي محجوبه. خوتي المغاربه، هاد السيده ما كتطلب منكم والو، كتقول لكم دخلوا عندها، شاركوا معاها، فعلوا لها هاد القناه ديالها مسكينه باش توكل هاد الوليدات على الله، ديك البركه باش
تعاون على الزمان، ولا الرقم ديال الهاتف ديالها راه موجود في العنوان، اللي بغى يساعدها اللي بغى يتواصل معاها اللي بغى يقدم يد مساعده لهاد الاخت هذه. الله يكثر خيركم، الله يجازيكم بالخير. اختي شنو كطلبي؟ شنو كطلب؟ كنطلب من المحسنين انهم يشوفوا من الحاله ويوقفوا معايا ويدعموني في هاد القناه هذه، ولا باش ما كيف ما سنقولوا باللي قسم الله. وش غادي نقول لك، انا من زعما راني مصدومه من اللي مات الراجل وخلالي الوليدات صغار بزاف. انا الصراحه مصاوبه مدمره عقلي، وليت ننسى، وليت بزاف د الحوايج، ديما مريضه، ديما باش نفكر شنو المصير ديال هاد الوليدات. نمشي للمدينه نكري بيهم، تنقول انا غادي نشرد وليداتي الا ديتهم للمدينه. المدينه صعيبه، نجلس هنا انت تشوف عندي جوج وليدات دابا، واحد 17 عام واللي عنده 15 عام، لا قرايه لا خدمه لا ردمه. هما كانوا هنا ودابا مشاو خرجوا، ولادي تضيعوا مني، ما لقيت لهم ما لقيت لهم قوه ولا جهد. تنكابر مع هاد الوليدات، كتطلبي من الناس يعاونوك في هاد القناه، يعاونوني في هاد القناه كما الله عسى ربي يجيب التيسير. محجوبه تي في، يجيب ربي التيسير. كندير كلشي، لا شطبت لا وليداتي مشاو يسقيو، حيت حتى الماء ما عندناش هنايا، الماء ديال لا هي هذوك الحويجات كاع اللي ندير هكا، درت طويبه دويزه عاديه اللي كنديرو حنايا ديال القطنيه. شطبت مريح ديالي، مشيت حطابت، مشيت خبزت على برا. المهم داكشي اللي كتب الله كنديرو هنا، كنشاركوا معاهم وهما يشاركوا معايا ويعاونوني في هاد القناه هادي. وهاد الشيء اللي كاين، اش غادي نقول لك؟ مشاهدي متابعي قناه شوف التيفي، كسمعتوا هاد السيده كتطلب منكم والو، كتقول لكم عاونوها غير في هاد القناه باش ديك المدخول تعاون بها على الزمان. راه تسعود ديال الوليدات راه ماشي ساهله، وفي الباديه هنايا كي قالت راه حتى الماء ما كاينش، بزاف ديال الاشياء ما كاينش. هنا مشاهدي متابعي قناه شوف التيفي كنقول لكم شكرا على المتابعه، والى لقاء اخر باذن الله.